مشاهدينا الكرام، اعتقد ان هو خبر بيهمنا جميعا، سواء بقى احنا بصحه وعافيه او ان احنا بنعاني من الامراض او حتى عندنا مشكله بسيطه، عندنا صداع او زي ثلاث ارباع الشعب المصري ضغط وسكر. موضوع الدواء وجهاز حمايه المستهلك النهارده كان ليه دور مهم، ورئيس جهاز حمايه المستهلك كمان كان ليه عدد من التصريحات، من ضمنها ضبط ادويه تسبب الفشل الكلوي و216 صنف مهرب بصيدليات كبرى. تفاصيل هذا الأمر وحقيقة هذا الأمر من سيادة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك. مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا استاذه دعاء، واهلا بمشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك، معلش احنا المره اللي فاتت حضرتك كنت معانا كان الوقت خلاص بينتهي، المره دي بقى احنا على راحتنا نقدر نقول كل التفاصيل. ايه موضوع الادويه اللي بتسبب الفشل الكلوي دي ايه؟ لا بص حضرتك، احنا ضبطنا حوالي 216 دواء في صيدلات العزبي في منطقه العجوزه، وده حاجة في حقيقة مؤسفة، لأن القائمين على هذه السلسلة رئيس غرفة صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، وبالتالي المستأمن على دواء تنمية صناعة الدواء أننا نلقى، ودي مش أول مرة، إن من سنتين برضو كان في مجموعة العزب إحنا كنا جبنا أدوية ومستلزمات غذائية اللي هي الفود سبلمنت، كانت مقولة المصدر. النهارده اللي هو من قال ان هذه الادويه بتسبب فشل الكلوي هو نقابه الصيادله، اللي هو المراجعيه الفنيه اللي احنا بنتعامل معاها. الرساله اللي تم توجيهها النهارده، معلش يا سياده اللواء عندي سؤال، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على 216 صنف مهرب، هل المشكله ان هو غير مطابق للمواصفات ولا المشكله فقط ان الاجراءات الخاصه به لم تعمل؟ استاذه دعاء، دي ادويه مهربه من بره. مين اللي يقول ان هو هذه الادويه حقيقيه مش مقلده؟ في من 3 سنين في مطار زيورخ، وده ده مثال دايما بقوله، ان هم تم ضبط حوالي مليون علبه زانكس كان انتاج شركه فايزر، ان هو جاي على مصر، واتضح ان هي جايه من مصنع في الصين ومقلده. من كان مفروض ان هو يدفع الثمن؟ الشعب المصري كان في ذلك الوقت كان عهد علبه الدواء ب 450 جنيه، فبتضربيها في مليون يعني ب 450 مليون جنيه، دي نمره واحد. نمره اثنين، لما جم حللوها ما لقوش فيها اي ماده فعاله. اي دواء لم يمر على الجهه المرجعيه ان هي تقول الدواء ده يخش مصر او لا، عباره هو والعدم سواء، لان مش معروف تاثيره ومش معروف ان هو تداوله داخل مصر، ان هو جه من جه بطريقه غير شرعيه. نعم، اذا عشان يبقى الموضوع واضح في سطر واحد، ان المشكله في موضوع الدواء المهرب ان احنا ما بنبقاش متاكدين ان هو كده مطابق للمواصفات. دي المشكله الرئيسيه. وده وبعدين انت عند حضرتك في حاجه اسمها سياده الدوله وتنظيمها للاسواق، لما انا افتح بمجرد ان انا احس ان انا فوق القانون وان انا افتح فيه عندي منافذ ان انا احط فيها دواء مهرب، يعني ان انت اتهرب من الجمارك، دواء مهرب معناها ان انت بعت جبت ده دواء مجهول وحطيتيه في الصيدليات تحت مسمى ان هو ممكن ان هو يكون يشفي مريض في الوقت اللي هو ممكن ما نعرفش هو شكله العام ايه. ومهرب غير فكره ان هو يبقى دواء مستورد، لان حضرتك تبقى اكيد عارف ان دلوقتي في ازمه في سوق الدواء وان في ادويه كتيره مش موجوده، فاحنا لما نيجي دلوقتي نتكلم على مهرب هو مختلف عن فكره مستورد وان هو بيحل ازمه. بالظبط كده، يعني هو مش مساله ان هو بيحل ازمه، لان الكلام اللي اتقال في نقابه الصيادله النهارده من النقابه والصيادله اللي هو الموجودين، ان 90% من الادويه اللي هي موجوده لها بديل مصر. يعني ده كمان ان هو ممكن ان هو يمس صناعه الدواء في مصر، لان هو بيخلق منافذ ان انت الدواء اللي انت الاستثمارات اللي حدثت في مصر لانتاج دواء للسوق المحلي، النهارده انا بجيب لها باب خلفي، بجيب لها دواء نفس الدواء، وان تحت انت عارفه حضرتك ان في بعض الناس بتتخيل مجرد ان كلمه ان هو مستورد ان هو ده فيه ماده فعاله اكتر من الدواء المصنع في مصر، وده غير حقيقي طبعا، لان اي دواء بيصنع في مصر دواء لازم يكون مطابق للمواصفات. فاحنا كنا احنا دلوقتي احنا بنحاول ان احنا موضوع سوق الدواء ده لازم ان احنا يكون لينا ايد فيه، واتكلمنا النهارده على اهميه ان يبقى الادويه فيما يسمى فيها تراك اند تريس، ان احنا يبقى اي دواء يطلع له رقم واحد يقدر تتبع الدواء ده حقيقي او غير حقيقي، وبنفس الوقت ندي للمستهلك ان هو يعمل سكراتش، ولو جاب علبه دواء يقدر يبعت رساله يرد له يقول له الدواء ده حقيقي او غير حقيقي. احنا عايزين قصه الادويه المهربه لا نقولها بالتفصيل اكتر دي، يعني انا دلوقتي لو جبت دواء مستورد اعمل ايه بقى؟
لا لو المستورد بقى احنا ملناش، يعني المستورد انا ماليش عليه كنترول، يعني الدواء المستورد. امال ايه اللي حضرتك بتقول نعمل عليه سكراتش ومن خلالها لا نقدر ان احنا حتى الادويه حتى الادويه المحليه اللي هي اللي جايه او ادويه من مستورده داخله بطريقه شرعيه، يبقى احنا نقدر ان احنا نعمل عليها كنترول عشان نقدر نعرف الدواء الموجود ده دواء حقيقي ولا لا. انت عارف حضرتك الدواء مافيه الادويه المهربه يعني اقصى من مافيه اللي هي بتوع المخدرات، لان دول بيتكلموا على ان هو استخدام تكنولوجيا. يعني بقول لحضرتك المليون علبه اللي هي كانت جايه لمصر وتم ضبطها في مطار زيورخ، كانت هي بنتاج شيك، يعني مع استفى ان هي تبع فايزر واتضح ان هي مش حقيقيه، لما حلوها ما فيش ماده فعاله فيها نهائي. ده معناها ايه؟ ان احنا عندنا ناس بتستخدم تكنولوجيات وان هي مطابع وبتشتغل ان هي عندها مرجعيات ان هي تقدر تحط لك دواء وفي الاخر ان انت بتاخديه على انه حقيقي. طب هو في سؤال تاني دلوقتي سياده اللواء، يعني احنا اول ما بنيجي نتكلم على دواء بنبقى اللي في بالنا ان ده تبع وزاره الصحه. ايه اللي دخل بقى حمايه المستهلك في موضوع الادويه؟ لا حضرتك احنا لما بنيجي ننزل في مجال ان هو في بننزل بحملات مشتركه، يعني مش احنا بس اللي ظبطنا، احنا لما بننزل احنا بتجيلنا تحريات بيقولوا عليه عندنا اداره اسمها الاداره العامه، لان حتى قانون حمايه المستهلك لم يحدد ماهيه السلع او خدمه بغرض الاستخدام الشخصي او العائلي. فالنهارده الدواء ده سلعه متداوله في السوق وسلعه من السلع اللي هو جهاز حمايه المستهلك ما يقدرش ان هو يودي وشه الناحيه الثانيه وان انا اسيب المستهلك ان هو يتعرض للخطر. فلما بيجي لنا معلومه احنا بننسق مع اللي هي الاداره المركزيه لتفتيش الصيدليات وبننزل في حمله مشتركه. بينزل مفتش الصيدله ومعاه المفتش جهاز حمايه المستهلك. بالرغم ان ده بيكون اللي هو الاجراء، يعني احنا المعلومات بتاعتنا. هو لو لقى في حاجه خاصه بالصيدليات بنخلي المفتش الصيدليات هو اللي بيعرف ماهيه الادويه دي ويقدر ان هو في التقرير الفني اللي بيحطه بيحط تقرير فني بمرجعيته ان هو صيدلي. اما بالنسبه للمنتجات المجهوله او الموضوع بيبقى متعلق بالتقرير الفني مبدئيا ولا بان اوراق الادويه دي موجوده ولا لا؟ لا الاثنين مع بعضيهم، يعني الاثنين مع بعضيهم ان هو ممكن، لان في عندك حضرتك اصل موضوع فني هيعرف منين؟ مش هو ده لازم يروح الاول يتحلل وكده ولا ايه؟ لا ولا بتتعرف من مجرد البصر؟ يعني مثلا يعني احنا مره كنا عاملين حمله مشاركه برضه في منطقه اللي هي في اسكندريه بره، في منطقه يعني شعبيه بره اللي هي العمريه، لقينا ان في حوالي كان لقينا في صيدلتين ثلاث صيدلات هنا حوالي 3000 دواء عبوه منتهيه الصلاحيه وبتتباع. ففي النهارده ده برضه في حاجات منتهيه يعني الصلاحيه ده خلاص معروفه، لكن فكره انها مهربه، الخبراء في هذا المجال اما بينزلوا مع المسؤولين ايضا في جهاز حمايه المستهلك بيعرف منين ان هذا الدواء مهرب؟ من خلال ايه؟ من خلال اوراق ولا من خلال نظرته لهذا الدواء؟ عندنا كود حضرتك احنا حتى في الفتره دي احنا عندنا مرصد اعلامي باي ذا واي، والمرصد بيقول لنا ان في ساعات بيجي ناس يتكلموا على الدواء العجيب اللي هو بيشفي السكر اللي بيعمل هو حاجات زي كده. حضرتك كنت كلمتنا عنه الاعلانات اللي كانت موجوده دي. احنا عندنا احنا في اتصال مع قطاع الصيدليات اللي هو مساعد وزير الصحه لقطاع الصيدليات، جميع الادويه اللي هي متداوله في مصر على قاعده معلومات بنقول لهم الدواء ده مسجل او غير مسجل، مجرد ان هو يقول لنا ان هو غير مسجل واحنا في ايدينا المعلومه بنروح منسقين مع بنكون تبعها محاولات شراء او شراء عبوات او ما شابه ذلك عشان نتاكد. يعني حضرتك قبل كده احنا كنا عندنا في موضوع كنا الاف دي اي كان منتج بقى هو مسجل كمان في كانت الاسواق الامريكيه كان اسمه اوكسي اليت برو، ده كان فات بيرنر بيحرق الدهون. لما جينا لقينا ان هو الاف دي اي طلعته في ان عمل عليه ريكول وشالته كله من السوق، فاحنا رجعنا وزاره الصحه انتوا عندكم الدواء ده؟ قالوا لا مش مسجل عندنا ولا ان هو دخل من اي منفذ شرعي. نزلنا برضو عملنا لقينا انه كان بيتباع في سلسله صيدلات سيف، فرحنا وعملنا قضيه في المانيا، وبعدين بعد شهر رحنا عاملين تاني. وخلي بال حضرتك ان كل الثلاثه دي متصله كلها بكمبيوتر واحد، يعني لما كان اللي بعديها كان في زهراء المعادي فنزل الناس عندك اوكسي ليترو قال له لا بس هجيبه لك بكره.
طب في سؤال اخر برضو لازم اسال حضرتك عليه، على موضوع الادويه اللي تم ضبطها اللي بتسبب الفشل الكلوي. دي ايه؟ دي كانت ادويه موجوده وبعد كده لقينا ان هي مع التجربه بتسبب مشاكل، ولا هي عباره عن ايه؟ لا حضرتك، ما تم الاحاطه بالافصاح بيه ان هو هذه في بعضها يسبب الفشل الكلوي، ده كان في المؤتمر من اللي هو مندوبين النقابه، اما ما لم يصدر مني ما يفيد، لانه عندما تاتي بمرجعيه فنيه انا بقرا بورقه يكون ان انا رجعت فنيا، انما من حق السيد بصفه ان هو بيبقى عارف الاعراض الجانبيه او عارف انه استخدام السيء بالنسبه لها ايه، ان يفصح عنها، وده واجب عليه لان الوقايه خير من طب العلاج. وده تم النهارده برضو الافصاح عن ده هذه تم، الادويه. لا بص حضرتك، ده كله تم، ما هو كان خاص بالشق بتاع نقابه الصيادله، وان هو التعامل وتناول الموضوع كان من خلال الفني من عندهم، ما تم بالشق الخاص من جهاز حمايه المستهلك، وان هو اهدافه اللي هو المعلنه ازاي ان احنا يجب ان في سوق الدواء ان احنا نتصدى للادويه المهربه او ما كنت المصدر. انت عارفه حضرتك ان طب عشان بس احنا نطمن، لان الموضوع ده برضو مقلق على فكره سياده اللواء، يعني كون ان يبقى في ادويه مهربه تم ضبطها خلاص، ده خلاص امر تم الانتهاء منه، لكن الادويه اللي بتسبب الفشل الكلوي، هذه الادويه تم سحبها من الاسواق، لان على حسب ما سمعت ان دي كانت ادويه متداوله، دي مش ادويه يعني فات بيرنر والكلام ده، لا مش ادويه رفاهيه. بالظبط كده، فعشان كده ان هم ما هو تم الافصاح، احنا دلوقتي بنقول لهم حددوا مباشره، وبننزل برضه على فكره الحملات مستمره، ولان الدواء ده اصله اساسا مش موجود، احنا هنحذر منه اما نشوف بس هو بقيه القصه ايه. ودي نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتيها، ان احنا اهميه ان هو الافصاح عن اي نوع من الخطوره، لان الوقايه خير من العلاج. يعني بالنسبه للي بتسبب الامراض دي تقريبا مش موجوده في الاسواق دلوقتي، مش كده؟ عشان بس لا احنا نطمئن. بالنسبه لنا لا مفيش اي حد، تمام. وده برضو خليني ان انا من خلال برنامج حضرتك ان احنا نقول للناس من فضلكم بلاش عقده الخواجه، ولا نلتجئ في اي ان احنا نجيب دواء الا بروشيتا او نكون معروف تماما. انت عارفه بره حضرتك، بس هقول لحضرتك على حاجه، الرد اللي هيتقال لحضرتك بشكل مباشر مع ازمه الدواء هتلاقي ناس كتير بتلجأ لاي حاجه، لان مفيش، لان عندنا ازمه بالفعل، ما نقدرش بص ننكر يا ان احنا استاذه بنواجه دعاء، ازمه. انا انتمي لمدرسه الصح، ما عندناش في الديكشنري بتاعنا او في القاموس بتاعنا ان احنا نبرر اي حاجه ممكن يترتب عليها ما حاجه حضرتك عندك غلط. حق، بس انا بتكلم ان في عذر اخر للمستهلك. انا بقول لحضرتك ولن يحدث في يوم من الايام، حتى طالما ان انا يعني على يعني اؤتمنت على هذه على هذا الجهاز، ان انا هبرر اي حاجه ممكن تؤدي الى حاجه غلط. نعم. ان اولا ان احنا بنتكلم عليه يمس سلامه البني ادمين. طبعا اللي انا طبعا بتكلم حضرتك عليه عندك حق. انا ما طبعا عنديش في ما يفيد ان هذا الدواء ان هو يؤدي الى الاغراض اللي موجود منه، لان ده دواء بالنسبه لي اي دواء لم يجاز من الاجهزه من وزاره الصحه عندنا وهي المنوطه باجازه الدواء هو العدم سواء. تمام. ومش هقدر ان انا يعني حد تحت، انت عارفه حضرتك انا بالنسبه للاعلانات اللي كانت بتحصل، انا جبت شركات النقل، لان في بعض التجأ وابتدى يقول لي شركات النقل روح وسلم الدواء وهات لي الفلوس وتعالى. فاحنا بقى جبنا الشركات وقلنا له انا بحملكم المسؤوليه ان اي حد هينقل دواء الا لو كان في دواء مثلا لغرض شخص، يعني افرض واحد راح مثلا الساحل ونسي الدواء بتاعه، مش معقول هقول لهم ما تبعتوش، انما لو كان شركه بتبعت وتشحن لحد او ان واضح اللي بيشحن ما لا يتناسب مع الدواء اللي هو اللي بيبعتوه، احنا حطينا معايير ودخلنا لهم اكسس على اللي هو يخش على ابتدى على الصيدليات عشان تشوف الدواء ده مسجل او غير مسجل، واي دواء غير مسجل لا يجوز نقله باي طريقه شرعيه، لان احنا مش احنا عايزين ان احنا نتصدى، عايزين نقضي على القبح اللي تسلل، احنا في السوق نعم. عندنا مختلف. هو في كافه الاحوال عايزين برضو نعرف نتيجه التحاليل الخاصه بالادويه المهربه طلعت ايه السايد افكتس، الاثار الجانبيه احنا بتاعتها، دي برضو عايزين نبقى نعرفها. دي احنا متابعينها مع هيئه تفتيش الاداره المركزيه لتفتيش الصيدليات، وايا كان الوضع فيها بقول لحضرتك اذا حتى لم يحتاجوا لنوع من التحاليل، لان هذه الادويه هي والعدم سواء مش موجوده من ضمن هي الاوراق او الموافق عليها انها تدخل مصر، احنا ده اللي حضرتك قلت لنا عليه. الاجراء اللي بيحصل دائما
ان تفتيش الصيدليات بياخدوا اذا كان في دواء ان هم عايزين يعرفوا او مقول بالنسبه لهم او ماهيته ايه، يبعتوا للمعامل عشان يحللوه المعامل المركزيه في وزاره الصحه. اما بالنسبه للحاجات اللي هي بتبقى يعني ده بيبقى بحسب مفتش اللي هو الموجود اللي بيقدر الموقف، هل الموضوع محتاج ان هو يبعته المعامل ام ان هو بيتم التحفظ اذا كانت النيابه طالبه ان هو زياده في زي ما بيسموها كده في التحريات او الانفستيجيشن، تقدر هي بتتم تحويلها عن طريق النيابه العامه اللي هي تقول انا حلله الادويه دي عشان اعرف ماهيه اللي فيه، لان زي ما بقول لحضرتك اذا كان بيؤدي لفشل كلوي كان قيل النهارده لا ده النهارده ده شروع فئات. نعم يعني هقول ايه؟ يعني النهارده ايه الفرق بين واحد بيدي الواحد سم قاتل؟ فعشان كده ده المواضيع بتاعت الدواء ما فيهاش هزار، والدواء بالذات سوق الدواء محتاج اعاده تنظيم فيما يختص ان لازم يبقى فيه تتبع لكل دواء يطلع اللي ده اصلي ولا لا. انا قبل كده بقول لحضرتك شركه فايزر المشهوره حطت مكنه من عندها للمزاد العالمي قديمه لانها بتستبدل، عملت لها اعلان مضلل لما ما لقيت ان هم ما خدوش من وزاره الصحه تصريح ان يعلن على بيع المكنه دي، لان المكنه دي لازم انا اتتبعها او وزاره الصحه تتبعها لانها تنزل تحت السلم وتطلع لي دواء مضروب. نعم. فيبقى اذا ان انا قافل الحنفيه احسن ما انا نبتدي ان احنا نتعامل مع التسرب اللي طلع من الحنفيه. طيب بما ان حضرتك معانا دلوقتي، احنا الاول كان موضوعنا عن الدواء، لكن احنا خلاص على وشك ان احنا نبقى اول الشهر، وحمايه المستهلك كان بيدعو لمقاطعه الشراء يوم 1 ديسمبر، لكن قبل ما حضرتك تكلمني الاول على موضوع مقاطعه الشراء دي، يوم الجمعه اللي فاتت كلنا شفنا على السوشيال ميديا بالنسبه اللي ما نزلش، لكن طبعا اللي نزل ده ما نعرفش طلع عنده ضيق تنفس غالبا اللي نزل الاسواق، كلنا شفنا الصور بالتكدس الفظيع اللي حصل على المحلات. لو عملنا المقاطعه يوم 1 الشهر الجاي، ما خلاص ما اللي اشترى اشترى. يعني انا حاسه ان المقاطعه دي او الدعوه دي تم تنفيذ عكسها يوم الجمعه اللي فاتت. تعليق حضرتك على الموضوع ده. اولا احنا مش ضد اي حد ان هو يعمل تنفيذ الاسعار، بالعكس كل ما نستهدفه ان احنا معادله الطلب مع الطلب مع العرض، لان احنا في الفتره الاخيره ما شاهدناه عباره عن تجبر للعرض على حساب الطلب. احنا طالبين 1/12، وعلى فكره مش جهات حمايه المستهلك، دي مبادره المواطن المستهلك عاطف يعقوب، مش اللي هو عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك. تمام. عشان ما حدش يخلط ما بين العمل الحكومي وعمل ان احنا بتحريك المجتمع المدني ان هو يكون ليه دور، او المستهلك ان هو يبقى ليه صوت مسموع في الاسواق. التوضيح ده لابد منه لان هو فعلا نسب لجهاز حمايه المستهلك. لا هو نسب لرئيس جهاز حمايه المستهلك. فخلاص يبقى جهاز حمايه المستهلك في الحاله دي على طول، ده الترجمه الطبيعيه. فانا عايز الناس برضو ان انا يعني عشان احنا لينا دور حكومي، بننزل ونظبط وننسق مع بقيه الاجهزه الرقابيه وبنبعت نيابه زي القضيه اللي حضرتك ناقشتيها دلوقتي، لان ده دور الرقابي اللي هو في عندنا سلطه الضبطيه القضائيه لتنفيذ القانون فيه. اما فيما يعادل اللي احنا قوه العرض، لان النهارده الاسعار طالعه زي الصاروخ وتنزل، لو في مدخل هي تنزل لا بتنزل، ولا لو نزلت هتنزل زي السحلفه، فازاي ان احنا نخلي ان في الطلب كمان ان هو يمتنع؟ لان احنا لما يجي مثلا لو هو ايه فاكره حضرتك اللي هو بلاها لحمه، الحاجات دي كلها ليها اساسا تجارب سابقه. تعرف حضرتك ان الاسعار بتيجي في النهارده يعني مثلا في البلاك فرايداي او في الوايت فرايداي، ما هم ابتدوا بالوايت فرايداي وثم انتهاء. انا طلعت تحذير من 10 ايام تقريبا او اكثر، وقلت يا جماعه خلي بالكم وانتم نازلين تاكدوا ان الاسعار اللي انتوا هتشتروا بيها هي اسعار حقيقيه والتخفيضات حقيقيه. انا جالي شكاوى لا، ويزيد عليها سياده اللواء ان كده كده الحاجه قبل تحرير سعر الدولار نفس الحاجه اللي كانت محطوطه في نفس المكان بالظبط، يمكن ما اتغيرتش من الرف اللي كان ب 400، تاني يوم تحرير سعر الدولار بقى ب 800، فلو تم تخفيضها يوم الجمعه اللي فاتت ل 400 مره تانية اذا احنا لسه ما خفضناش. بالظبط كده، وده اللي انا بقوله ان الناس تتاكد. عارفه حضرتك ان اتحط ستيكر على الاسعار القديمه، يعني في يعني في ناس راحت تشتري حاجه يوم الخميس لقيتها بسعر، وقالت طب انا اشتريها ليه الخميس؟ انا بكره اشتريها بقى لما احط التخفيضات عليه.
طيب لقوا لما راحوا لقوا ان هو رفعوا ثمنها ولما نزل بالتخفيضات اكتر من الثمن اللي كان قبلها بيوم، لان نسبه اللي هي الديسكاونت اللي حطوه ان هو نزلها لسعر ازيد من اللي هو كان موجود يوم الخميس. تمام. والحاجه اللطيفه ان هم عاملين ايه؟ ان في كان يوم الجمعه الوضع الطبيعي لو انت بتشتري حاجه بره دايما تلقي مثل اكثر من سعر موجودين فوق بعضهم، دايما اللي تحت اكبر ثم اقل ثم اقل. ده الطبيعي. فاينل. احنا لقينا السعر اللي تحت هو الاكبر، سوري السعر اللي تحت هو الاصغر، وبالتالي ان السعر اللي هو اتحط يوم الجمعه ده كان سعر مضلل. احنا عملنا فيه قضايا. عملتوا معاهم ايه بقى؟ دلوقتي والاداره القانونيه شغاله مع التحريات وبتستكمل الاجراءات، ولو في ان هو انتهت، عشان دايما نقول ايه لو انتهت بانها ما تم عباره عن تضليل هيتم احالته النيابه، ولو انتهى الى ان ما تم برضه حتى لو ما لم يثبت التضليل هنعمل لهم اوكازيون بدون لان في الاوكازيونات حتى يجب تختاري قطاع التجاره الداخليه. بس انتوا لو عملتوا فعلا محاضر للي حاطط سعر اعلى من السعر اللي كان موجود لنفس السلعه، اعتقد ان نسبه 50% على الاقل من سلع وصيدليات ومحلات مصر هيتعمل لهم محاضر. يعني حضرتك هقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا يعني حضرتك لو دخلت حتى صيدليه وجيت تشتري منتج، مش هقول ادويه لان احنا عندنا ازمه في سعر الدواء دلوقتي، جيت تشتري حاجه ترفيهيه من الصيدليه، سواء بقى يعني اعتبرها ترفيهيه، لو بنتكلم على شامبوهات صابون مش عارفه ايه، دي مش موضوع حياه او موت مع انها تعتبر من ضمن الحاجات المهمه، هتلاقي الصيدلي بيقول لك ثانيه واحده بس اسال هي بقى سعرها كام، ده معناها ان الكود اللي موجود خلاص ده اترمى، مع انها وقت ما اتحط الكود كانت بسعر غير اللي هو هيسال عليه ويحاسبني عليه النهارده. ده موضوع منتشر، ده موضوع موجود. انت تعرف يا استاذ عائل القانون الجديد انا حاطط فيه ماده باذن الله نمررها يعني ويتم وقفت عليها من الساده الافاضل اعضاء البرلمان، ان لازم اللي هي ان جهاز حمايه المستهلك من حقه انه يطلب الاسعار ولها تحددها. مثلا عند حضرتك في سيتي ستار مول او في اي مثلا كارفور او اي حد يجيب الاسعار، ولو هو غير في الاسعار لازم يخطرني بتغيير الاسعار وانا هحطها عندي كمقارنه وابتدي ان انا اشوف ايه سبب الزيادات، ولو لقيت ان في حاجات لا تتناسب مع الزيادات المجرى العادي الامور لازم يجي يدي جاستيفيكيشن، لان انا في نفس الوقت ان اي حد هيزود هحوله لمصلحه الضرايب، يعني زي ما عملنا في العربيات. المشكلة ان ايه؟ يعني زي ما بيقولوا كده الاجانب كانت دو اني ثينج جيت اوي وذ ات، يعني تقدري تعملي اي حاجة ومحدش ايه؟ يعني ما حدش بيحاسبك عليها. عدم وجود حساب زي ما بيقولوا المثل كده، من آمن العقاب أساء الأدب. بس هي مشكلة كمان إن الناس بتبقى بتقول يعني على بال ما يتحل الموقف يمكن الحاجة تكون غليت أكتر، فخلاص أشتري اللي موجود في الوقت الحالي أيا كان السعر ونخلص. فدي لوحدها عاملة أزمة. عموما احنا مستنيين ان احنا نشوف على ارض الواقع يعني فعلا جهاز حمايه المستهلك هو بيشتغل، عايزين نشوف كمان المحلات اللي عملت هذا التلاعب اللي حضرتك كنت بتتكلمنا عنه حصل فيها ايه، فنطمئن لتنفيذ هذه العقوبات وان هي لن تتكرر مره اخرى هذه المخالفات.